يعني في البداية لو حضرتك تكلمنا عن اللي حققه معرض اسكندرية للكتاب. معرض اسكندريه احنا كنا بنفكر وكنا مجهزينه وكنا عاملين عرض، تم عرضه على رئيس الوزراء عشان عوده المعارض الداخليه، فما كناش متوقعين ان هو ممكن ينجح النجاح الكبير اللي حصل في مدينه الاسكندريه. ما كناش متخيلين ان الجمهور هيبقى مستوعب الاجراءات الاحترازيه اللي احنا عاملينها والوقائيه، ما كناش متوقعين تدفق الجمهور بشكل كبير، ما كناش متوقعين نسبه المبيعات اللي حصلت بالنسبه للناشرين او لقطاعات وزاره الثقافه. كان ناجح بكل المقاييس، كنا قلقانين ولكن الشعب المصري كان متشوق لعوده المعارض تاني، لانه لو هنتكلم على معرض اسكندريه، معرض اسكندريه بقى له اكتر من سنه ما اتعملش بعد ازمه كورونا، لانه كان بيتعمل بعد معرض القاهره 2020، فطبعا بعد المعرض ظهرت ازمه كورونا فتأخرنا كل دوت. طيب لو حضرتك هتكلمني كمان يعني عن تفاصيل اكتر، كم ناشر شارك في معرض اسكندريه، وهل المبيعات يعني المبيعات حققت قد ايه، واقبال الجمهور كان عامل ازاي؟ بقول لحضرتك بالنسبه للمبيعات، طبعا ده على كلام الناشرين نفسهم، حققوا نسبه مبيعات كبيره. طبعا انت عارفه ان الناشرين القطاع الخاص ما بيعلنوش عن نسب مبيعاتهم يعني، لكن اقدر اقول لك انه هيئه الكتاب حققت نسبه مبيعات كبيره قاربت على ال 150,000، حوالي نتكلم في 20,000 اصدار او عنوان. بالنسبه للجمهور، احنا في نهايه المعرض كان متوسط ال 10 ايام اللي هي فتره اقامه المعرض من 30 ل 35,000 زائر دخلوا معرض اسكندريه.